مساء الخير، لدينا اليوم التقويم الأول في الرياضيات لتلاميذ السنة الخامسة. إذا كل تلميذ يشد ورقة مزدوجة سيالة زرقاء وخضراء ويبدأ يصحح التمارين ثم ينتقل إلى التصحيح. مستعدون؟ بسم الله. استعمل ورقة وقلم لتقديم الإجابة. التصحيح مع الشرح بعد قليل. نبدأ بالتمرين الأول وعليه نقطتين. ألف، ضع العمليات التالية عمودياً. العملية الأولى 215764 زائد 462357. إذن العملية الأولى هي عملية الجمع. نحط كل مرتبة تحت المرتبة التي تناسبها. العملية الثانية 1284 في 423. العملية الثانية خاصة بالضرب، عملية الضرب، وهو الضرب في عدد يتكون من ثلاثة أرقام. إذا نركز عندما أضرب في عدد من ثلاثة أرقام، نبدأ أولا بالوحدات ثم العشرات ثم المئات، وماذا أضع تحت كل مرتبة. نركز جيدا. العملية الثالثة 987654 ناقص 398781. إذن هذا بالنسبة للجزء الأول من التمرين الأول. ب، فكك نتيجة عملية الضرب تفكيكا نموذجيا. عندي عملية الضرب نفككها تفكيك نموذجي، ما عندي تفكيك جمعي وعندي تفكيك نموذجي، يعني عن طريق الضرب. ماذا أفكك؟ النتيجة التي تحصلت عليها في العملية الثانية. جيم، احصر نتيجة عملية الطرح بين 200 للآلاف متتاليتين أو 200 متتاليتين للآلاف. يعني عندما أتحصل على النتيجة في العملية الأخيرة، انظر إلى رقم 100 الآلاف ثم أحصره بين 200 للآلاف متتاليتين. ما هي 100 ألف التي تسبقها و 100 ألف التي تليها؟ مفهوم؟ إذن هذا بالنسبة للتمرين الأول، وعليه نقطتين. بالتوفيق. ننتقل إلى التمرين الثاني وعليه نقطة واحدة. بمناسبة المولد النبوي الشريف، اشترك 6 تلاميذ بمبالغ متساوية لشراء فانوس ثمنه 2700 دينار جزائري. السؤال، ما هو مبلغ اشتراك كل تلميذ؟ إذن اشترك 6 تلاميذ بمبالغ متساوية لشراء فانوس ثمنه 2700 دينار. 2700 دينار جزائري هو ثمن الفانوس. هذا الثمن اشترك عليه 6 تلاميذ. ما هو مبلغ اشتراك كل تلميذ؟ عملية سهلة وبسيطة جدا. هنا هذه عبارة عن مشكلة، إذا أضع المخطط، الحل، العملية والإجابة. أضع العملية عموديا أفقيا وأجيب دون أن ننسى الوحدة. بالتوفيق. التمرين الثالث عليه نقطة ونصف. يسلك ساعي البريد مسافة 41 كيلومتر من منزله إلى القرية ب، ثم يقطع مسافة 160 هكتومتر ليصل إلى القرية س. السؤال، أحسب المسافة التي يقطعها من منزله إلى القرية س. أنا عندي المسافة بين المنزل والقرية ب وبين القرية ب والقرية س. أبحث عن المسافة التي يقطعها من المنزل إلى القرية س. عملية بسيطة جدا، لكن قبل أن أقوم بالعملية علي أن أركز جيدا. عندي وحدتين مختلفتين، المسافة الأولى بالكيلومتر والمسافة الثانية بالهكتومتر. إذن ماذا أفعل أولا؟ وفي العودة اختار طريقا آخر مسافته 50 كيلومتر. قارن بين مسافتي الذهاب والإياب. إذن أنا في الأول حسبت مسافة الذهاب، المسافة التي قطعها من منزله إلى القرية س، وفي العودة اختار طريقا آخر مسافته 50 كيلومتر. عندي يعني المسافة في الذهاب والإياب وأقارن بينهما، من هي أو ما هي المسافة الأطول. يلا كذلك نركز جيدا في المقارنة، في الجمع وفي الضرب أو في أي عملية بين وحدتين مختلفتين. أقوم بشيء مهم أولا، ما هو؟ ركزوا جيدا. التمرين الرابع عليه كذلك نقطة ونصف. أرسم قطعة مستقيمة AB طولها 5 سنتيمتر ثم علم النقطة O منتصفا لها. سهلة جدا، قطعة مستقيمة، إذا قطعة مستقيمة تكون محددة، نسميها AB طولها 5 سنتيمتر. باستعمال المسطرة أبدأ من الصفر
حتى الخمسة، ثم أعلم النقطة أو في المنتصف يعني نصف خمسة ما هو، وأكتب اسم هذه النقطة وطولها أو مسافتها. أرسم مستقيما عموديا على القطعة AB في المنتصف. إذا رسمت عمودي لازم نستعمل الكوس، وأين أرسم هذا المستقيم؟ أرسمه يمر على المنتصف. نركز جيدا. عين على المستقيم هذا العمود الذي رسمته، وعين عليه النقطة C حيث تبعد عن المنتصف بثلاثة سنتيمتر. النقطة C تبعد عن المنتصف بثلاثة سنتيمتر. إذن ما معنى ذلك؟ المنتصف يعني من النقطة O إلى النقطة C عندي ثلاثة سنتيمتر، سهلة جدا. إذا نركز كذلك جيدا في هذا التمرين، هو سهل جدا لكن التلميذ يركز في الرسم، لازم يكون مركز، يدير علامة التساوي، علامة التعامد، الطول يكون صحيح، الحساب يكون صحيح، التعامد يكون صحيح هنا لكي يأخذ التلميذ العلامة كاملة. بالتوفيق. الوضعية الإدماجية عليها أربع نقاط. قررت أروى شراء هدية لأمها تقديرا وعرفانا لها، فكانت تدخر يوميا مبلغا قدره 250 دينار جزائري لهذا الغرض. ما هو المبلغ الذي جمعته أروى خلال شهرين؟ إذا خلال شهرين، هنا كل تلميذ كيفاش يختار شهرين؟ إحنا المتعارف عليه أنه شهر في 30 يوم، إذا شهرين 60 يوم، هذا المتعارف عليه. لكن إذا التلميذ اختار شهرين فيهما ممكن واحد فيه 30 واحد فيه 30 أو 29 30 أو لا يهم، المهم شهرين، على بالنا كل شهر كم فيه. إذا كل تلميذ يختار ما يناسبه. اشترت أروى هديتين ب4500 دينار للهدية الواحدة، وكعكة ب5000 دينار، وخصصت المبلغ المتبقي لشراء الشموع للتزيين. إذا نركز كذلك، ماذا اشترت أروى؟ هديتين ب4500 للواحدة، ليس ثمن الهديتين، إذا ما عنديش ثمن الهديتين، وكعكة ب5000، إذا هذه كل المشتريات التي اشترتها أروى. أما المبلغ المتبقي فخصصته لشراء الشموع، إذا هنا ما عنديش المبلغ المتبقي، لازم نبحث كذلك عن المبلغ المتبقي. هناك أسئلة مخفية، لازم التلميذ يقرأ كلمة بكلمة حتى المعلومات التي لم يجدها يستخرجها. دائما في الوضعية الإدماجية نستخرج أهم المعلومات ثم أركز على المطلوب وأختار العملية المناسبة. إذا السؤال، أحسب ثمن كل المشتريات، ثمن هديتين وكعكة، وما هو عدد الشموع إذا علمت بأن ثمن الشمعة الواحدة هو 50 دينار جزائري؟ هنا قلنا احنا خصصت المبلغ المتبقي، يعني لازم نبحث عن المبلغ المتبقي لإيجاد عدد الشموع. نركز مليح، نقرأ مليح الوضعية، أضع المخطط وأجيب. بالتوفيق. ننتقل الآن إلى تصحيح التقويم الأول في الرياضيات. إذا كل تلميذ يحمل الورقة المزدوجة، ورقة الإجابة، ويصحح معي. يلا بسم الله نبدأ بالتمرين الأول. إذا قلنا ضع العمليات التالية عموديا. العملية الأولى 215764 زائد 462357. أضع العملية عموديا. التمرين الثاني، العملية الثانية 1284 في 423، والعملية الثالثة عملية الطرح 987654 ناقص 398781. نبدأ بالعملية الأولى، أضعها عموديا. إذا نكتب زائد 462357. نبدأ هذه عملية الجمع، نحط كل مرتبة تحت المرتبة التي تناسبها، ونبدأ دائما من اليمين. 4 زائد 7 كم يساوي؟ 11. نكتب الواحد ونحتفظ بالواحد. 6 زائد 5 11، والواحد 12. نكتب 2 ونحتفظ بالواحد. 7 زائد 3 10، والواحد 11. إذا نكتب 1 ونحتفظ بالواحد. 5 زائد 2 7، والواحد 8. 1 زائد 6 7، 2 زائد 4 6. إذا النتيجة هي 678121. إذا هنا عندي عدد يتكون من 6 أرقام، نبدأ
بمنزلة الآلاف ثم منزلة الوحدات البسيطة. لاحظوا عندي دائما فراغ بين كل منزلة. ننتقل إلى العدد أو العملية الثانية، عملية الضرب. إذن هنا نضرب في عدد متكون من ثلاثة أرقام. بماذا أبدأ؟ نبدأ برقم الوحدات اللي هو ثلاثة. عادي جدا، نضرب في ثلاثة. ثلاثة في أربعة يساوي 12. أكتب 2 وأحتفظ بالواحد. ثلاثة في 8 24، والواحد 25. نكتب 5 ونحتفظ بالاثنان. 3 في 2 6 والاثنان 8. 3 في 1 يساوي 3. الآن ضربت في رقم الواحدات، ماذا أفعل؟ أنتقل إلى رقم العشرات. قبل ذلك أضع النقطة أو الصفر هنا تحت الواحدات. لماذا؟ لأنه أي عدد نضربه في عشرة أو مضاعفة عشرة نضيف له الصفر، إذن أضع الصفر. ثم أضرب في 2 بصفة عادية. هنا كأني نضرب في 20، لذا أضفت الصفر. إذن 2 في 4، نشطب دائما باش ما نخلطش الاحتفاظ. 2 في 4 8، 2 في 8 16. أكتب 6 واحتفظ بالواحد. 2 في 2 4 والواحد 5. 2 في 1 2. الآن أنتقل إلى مرتبة المئات. 4 يعني راح نضرب في 400، وعندما أضرب في مضاعفات أو في 400 ماذا أفعل؟ أضيف الصفرين. إذن في المئات نضيف صفرين، نحط صفر هنا وصفر هنا تحت الوحدات وتحت العشرات. ماذا أفعل؟ أشطب على الاحتفاظ. الآن نضرب في 4 بصفة عادية. 4 في 4 16، نكتب 6 ونحتفظ بالواحد. 4 في 8 32، والواحد 33. نكتب 3 ونحتفظ بالواحد. 4 في 2 33، نحتفظ بالثلاثة. 4 في 2 8 و 3 11، نكتب الواحد ونحتفظ بالواحد. 4 في 1 4 والواحد 5. إذا هنا عندي، لاحظ عندي فراغات في المراتب، أملأها بالأصفار ثم نجمع. إذا نجمع 2 زائد 0 زائد 0 يساوي 2. 5 زائد 8 يساوي 13. نكتب 3 ونحتفظ بالواحد. 8 زائد 1 زائد 6 زائد 6، إذا هنا عندي 12 زائد 9 يساوي 21. نكتب الواحد ونحتفظ بالاثنان. 3 زائد 2 5 زائد 5 10 زائد 3 13. نكتب 3 ونحتفظ بالواحد. 2 زائد 1 3 والواحد 4. نكتب 4. 0 زائد 0 زائد 5 يساوي 5. إذا النتيجة هي 543 ألفا و132. ننتقل إلى العملية الأخيرة، عملية الطرح. إذا أضعها هنا، نضع المراتب تحت بعضها البعض ونبدأ بالوحدات. 4 ناقص 1 3. 5 ناقص 8 لا أستطيع، أستعير وأردها تصبح 15 ناقص 8 يساوي 7. 6 ناقص 8 لا أستطيع، أستعير وأردها، 16 ناقص 8 يساوي 8. 7 ناقص 9 لا أستطيع، أستعير وأردها تصبح 17 ناقص 9 يساوي 8. 8 ناقص 10 لا أستطيع، أستعير وأردها تصبح 18 ناقص 10 يساوي 8. 9 ناقص 4 يساوي 5. إذن 588 ألفا وثمانمائة وثلاثة وسبعون. هذا بالنسبة ل الجزء ألف من التمرين الأول. نكمل دائما مع التمرين الأول. بفكك نتيجة عملية الضرب تفكيكا نموذجيا. إذا نأخذ نتيجة عملية الضرب اللي هي 543 ألفا و132 وفككها تفكيكا نموذجيا، يعني عن طريق الضرب. كيف أفكك؟ نشوف دائما أكبر مرتبة، يعني هنا عندي مئات الآلاف، عندي خمسة. خمسة تمثل مئات الآلاف، يعني خمسة في 100 ألف زائد. إذا ما ننساش نفتح القوسين. نروح المرتبة الثانية اللي هي 4. 4 ماذا تمثل؟ عشرات الآلاف. إذا زائد 4 في 10 ألاف. ثم ننتقل إلى مرتبة الآلاف اللي هي 3 في 1000. ثم أنتقل إلى المئات اللي هي 1 في 100. ثم إلى العشرات 3 يعني 3 في 10. ثم رقم الوحدات 2، نكتب زائد 2. سهلة جدا. إذا تفكيك النموذجي يكون بهذه الطريقة. جيم، أحصر نتيجة عملية الطرح بين مئتين الآلاف متتاليتين. إذا النتيجة ما هي؟ هي 588 ألفا و873. كيف أحصر هذا العدد أو هذه النتيجة بين مئتين الآلاف؟ أنظر أولا إلى رقم مئة الآلاف،
إذا نحصرها معناتها العدد الذي يسبقها والعدد الذي يليها. نشوف رقم 100,000 اللي هو 5، 500,000 ما معنى ذلك؟ معناها 500,000. إذا نكتبها على اليسار. ما هي مئات الآلاف التي تليها؟ هي 600,000 بكل بساطة. ونشوف فقط رقم مئات الآلاف أو المطلوب مني ثم أحصره من اليسار واليمين. إذا هذا بالنسبة لتصحيح التمرين الأول وعليه نقطتين. ننتقل إلى التمرين الثاني وعليه نقطة واحدة. بمناسبة المولد النبوي الشريف، اشترك 6 تلاميذ بمبالغ متساوية لشراء فانوس ثمنه 2700 دينار. سهلة جدا. هنا باش نختار العملية نقرأ مليح المشكلة، نفهمها مليح، استخرج أهم المعلومات ثم أختار العملية. المطلوب ما هو مبلغ اشتراك كل تلميذ؟ أنا رح نبحث عن الجزء، عن المبلغ الذي اشترك به كل تلميذ. قلنا مبالغ بالتساوي، يعني هذا العدد، هذا الثمن أو ثمن الفانوس يقسم على 6 التلاميذ بالتساوي، ومنه العملية هي عملية القسمة. لكن قبل ذلك أضع المخطط، الحل، العمليات، الأجوبة. ثم قلنا العملية هي عملية القسمة. في اليمين أضع العملية عموديا، في اليسار أفقيا مع الإجابة والوحدة. إذا نبدأ، 2700 قسمة 6 كم يساوي؟ أضع العملية عموديا، 6. يلا إذا نبدأ، 2 قسمة 6 عندي رقم 1، رقم 1 لا أستطيع، إذا أخذ رقمين. 27 قسمة 6 4، 4 في 6 24، 27 ناقص 24 يساوي 3. ماذا أفعل؟ أنزل الصفر. 30 قسمة 6 5، 5 في 6 30، 30 ناقص 30 يساوي 0. أنزل الصفر. 0 قسمة 6 0، 0 في 6 0، 0 ناقص 0 يساوي الصفر. إذا النتيجة هي 450. نكتب الجواب. مبلغ اشتراك كل تلميذ هو 450 ماذا؟ دينار جزائري. ما ننساش الوحدة. إذا عندي، شوفوا مليح، عملية أفقية نكتبها ثم نحلها عموديا ثم نكتب النتيجة، الجواب والوحدة. هذه هي الخطوات وعليها نقطة واحدة. جيد، ننتقل إلى التمرين الثالث وعليه نقطة ونصف. يسلك ساعي البريد مسافة 41 كيلومتر من منزله إلى القرية ب، ثم يقطع مسافة 160 هكتومتر ليصل إلى القرية س. احسب المسافة التي يقطعها من منزله إلى القرية س. هذه مسافة من نقطة إلى نقطة ومن تلك النقطة إلى النهاية. إذا كيف أحسب المسافة من البداية إلى النهاية؟ سهلة جدا، أقوم بعملية الجمع. صح، لكن عندي في المسافة الأولى عندي بالكيلومتر والثانية بالهكتومتر، هل أستطيع أن أجمع مباشرة؟ لا. ماذا نفعل؟ نقوم بالتحويل. ممتاز. ماذا نحول؟ هل نحول من الكيلومتر إلى الهكتومتر أو من الهكتومتر إلى الكيلومتر؟ كل تلميذ يحول أو يختار التحويل الذي يناسبه. كاين تلميذ يجيه ساهل من الكيلومتر إلى الهكتومتر، وكاين تلميذ العكس يجيه ساهل من الهكتومتر إلى الكيلومتر. المهم تكون عندي مسافتين لديهما نفس الوحدة. المهم تكون عندي كيلومتر كيلومتر أو هكتومتر هكتومتر. أول شيء أضع المخطط، الحل، العمليات والأجوبة. إذا قلنا ماذا نفعل؟ لمعرفة المسافة التي يقطعها من منزله أي من البداية إلى القرية س، ماذا نفعل؟ نجمع. قلنا هل نستطيع أن نجمع مباشرة؟ لا. إذا نقوم أولا بعملية التحويل. هنا عندي هكتومتر وهنا عندي كيلومتر. إذا ماذا أحول؟ أنا أختار أن أحول 160 هكتومتر إلى الكيلومتر. سهلة جدا، فقط أنزع الصفر تعطيني 16 كيلومتر. هنا تولي عندي المسافة الأولى هي 41 والثانية هي 16 كيلومتر، وحدتين متشابهتين. هل أستطيع أن أجد المسافة الكلية؟ نعم. إذا خلاص حولت، الآن بإمكاني أن أجد المسافة الكلية. ماذا نفعل؟ نجمع. 41 زائد 16 أو 16 زائد 41 كيلومتر أضعها عموديا ونجمع. عندي كيلومتر كيلومتر، إذا هنا راح نجمع 6 زائد 1 7، 1 زائد 4 يساوي 5، يساوي 57 كيلومتر. إذا يساوي 57 كيلومتر. المسافة التي يقطعها من منزله إلى القرية سي هي 57 كيلومتر.
جيد. وفي العودة اختار طريقا آخر مسافته 50 كيلومتر. قارن بين مسافتي الذهاب والإياب. الآن هل بإمكاني أن أقارن بين مسافتي الذهاب والإياب؟ لاحظوا مسافة الذهاب التي وجدتها هي 57 كيلومتر ومسافة العودة هي 50 كيلومتر. إذا نفس الوحدة بإمكاني أن أقارن بكل بساطة بين 57 كيلومتر وبين 50 كيلومتر. سهلة جدا، نفس الوحدة، إذا 57 أكبر من 50. ما معنى ذلك؟ معناه المسافة التي يقطعها في الذهاب أطول من المسافة التي يقطعها في الإياب. جيد. التمرين الرابع، ارسم قطعة مستقيمة AB طولها 5 سنتيمتر، ثم علم النقطة O منتصفا لها. سهلة، باستعمال المسطرة أرسم قطعة AB طولها 5 سنتيمتر من البداية، يعني نبدأ من الصفر. كاين تلاميذ يبدأوا من 1، فهنا لما نروح نقيسها نلقاها 4 ويقول لي هي 5. لا نبدأ من 1 بل نبدأ من الصفر، من 0 إلى 5. نرسم قطعة مستقيمة تكون بهذا الشكل، محددة من اليمين ومن اليسار، اسمها AB، لازم نكتب AB، وطولها 5 سنتيمتر، يعني نبدأ من 0 إلى 5. ثم علم النقطة O منتصفا لها، يعني نصف 5. ما هو نصف 5؟ 2.5. باستعمال المسطرة من 0 إلى 2.5 نكتب O، 2.5 سنتيمتر. لا أنسى هنا إشارة التساوي، دائما عندما أحدد المنتصف أضع إشارتي التساوي. أرسم مستقيما عموديا على القطعة AB، عمودي على القطعة AB في المنتصف، يعني يجوز على النقطة O. باستعمال كوس نرسم المستقيم العمودي. ما معنى عمودي؟ يعني يعامده، يشكل 4 زوايا قائمة. عين على المستقيم النقطة C حيث تبعد عن المنتصف ب3 سنتيمتر. تبعد عن المنتصف يعني عن O، نحسب من O 3 سنتيمتر، ثم أضع نقطة C سواء في الأعلى أو في الأسفل. إذا دائما من 0 إلى 3 أضع نقطة C، نكتب 3 سنتيمتر. إذا هذا بالنسبة للتمرين الرابع، هو بسيط جدا لكن لازم التلميذ يركز على الرسم الصحيح واستعمال الأدوات المناسبة. لازم يسمي كل قطعة، يسمي النقطة، يضع النقطة في مكانها المناسب، الطول يكون صحيح، المنتصف يكون صحيح، إشارة التساوي وإشارة التعامد. هنا التلميذ يأخذ النقطة كاملة. ننتقل إلى الوضعية الإدماجية. قررت أروى شراء هدية لأمها تقديرا وعرفانا لها، فكانت تدخر يوميا مبلغا قدره 250 دينارا لهذا الغرض. ما هو المبلغ الذي جمعته أروى خلال 2 شهر؟ إذا نضع المخطط، الحل، العمليات والأجوبة. ماذا نفعل؟ نستخرج أهم المعلومات من هذه المشكلة. عندي السؤال الأول، ما نروحش نشوف وش كاين المعلومات بعده، نشوف المعلومات اللي قبله. وش عندي؟ عندي 250 دينار هو المبلغ الذي يدخر يوميا، وعندي خلال 2 شهر، هذا هو المطلوب، المبلغ الذي جمعته خلال 2 شهر. إذا لا أستعمل المعطيات الموجودة بعد هذا السؤال، فقط أرى ما يوجد قبله. عندي فقط 250 وشهرين، إذا ما معنى ذلك؟ كيف أجد هذا المبلغ؟ سهلة جدا، يعني هذا المبلغ يتكرر يوميا خلال 2 شهر. قلنا شهر، احنا ناخذ 30 كمثال، وكل تلميذ يختار وش حب ويمشي له. نختار 30 للشهر الواحد، لشهرين معناتها 60 يوم. إذا ماذا نفعل؟ 250 في 60، هذا العملية عموديا. هنا عندما نضرب في عدد من مضاعفات 10، يعني في 10، 20، 30، 40، ماذا نفعل؟ أكتب الصفر أو أضع الصفر في اليمين ثم أضرب في 6. سهلة جدا، ما نروحش نضرب صفر في صفر، صفر في 5، صفر في 2، ثم أضع نقطة ثم أضرب. ما أضع الصفر مباشرة ثم أضرب في 6، لأن أي عدد نضربه في مضاعفة 10 راح نضيف له 0 اليمين. إذا نبدأ 6 في 0 0، 6 في 5 3، ونكتب 0 نحتفظ ب 3، 6 في 2 12، و 3 15. إذا النتيجة هي
15,000. الإجابة: المبلغ الذي جمعته أروى خلال شهرين هو 15,000 ماذا؟ الوحدة دينار جزائري. راني حليت السؤال الأول بكل بساطة، عملية أفقية، عمودية الإجابة والوحدة، سهلة جدا. شهرين قلنا نضربه في 60، شهر واحد في 30، نصف شهر 15. تلميذ هذه الأشياء نعرفها في حياتنا اليومية ونستعملها دائما. نكمل. اشترت أروى هديتين ب 4500 دينار للهدية الواحدة، وكعكة ب 5000 دينار، وخصصت المبلغ المتبقي لشراء الشموع. أنا ما عنديش ثمن شموع، وش عندي؟ ثمن شراء الهديتين والكعكة. إذا المطلوب أحسب ثمن كل المشتريات، أنا أبحث عن الهديتين والكعكة. إذا أكمل. هل لدي ثمن الهديتين؟ لا، لدي ثمن الهدية الواحدة. إذا أولا نبحث عن ثمن الهديتين، 4500 في 2، إذا نضرب في 2 يساوي 2 في 0 0، 2 في 0 0، 2 في 15، نكتب 0 نحتفظ بالواحد، 2 في 4 8 والواحد 9، الإجابة 9000. إذا هنا هل وجدت ثمن كل المشتريات؟ لا، وجدت فقط ثمن الهديتين هو 9000 ماذا؟ دينار جزائري. نرسم الخط. كذلك ماذا اشترت أروى؟ اشترت كعكة، إذا نضيف لها ماذا؟ 5000، يعني زائد 5000، 9000 زائد 5000، 0 زائد 0 0، 0 زائد 0 0، 0 زائد 0 0، و 9 زائد 5 14، إذا يساوي 14000. ماذا وجدت هنا؟ وجدت ثمن كل المشتريات، إذا يعني ثمن الهديتين والكعكة معا، وهو 14000 دينار جزائري. جيد. وخصصت المبلغ المتبقي لشراء الشموع للتزيين، المطلوب ما هو عدد الشموع إذا علمت بأن ثمن الشمعة الواحدة هو 50 دينار؟ إذا هنا عندي معلومة عن الشموع، عن ثمن الشمعة الواحدة، لكن لا أعرف ما هو عدد الشموع. المطلوب هو إيجاد عدد الشموع. إذا ماذا نفعل؟ لاحظوا المبلغ المتبقي، يجب أن أبحث عن المبلغ المتبقي. ماذا أفعل؟ 15000 ناقص 14000، يعني الثمن أو المبلغ الذي جمعته أروى خلال شهرين ناقص ثمن المشتريات، ثمن الهديتين والكعكة معا. ماذا العملية عموديا؟ إذا 0 ناقص 0 0، 0 ناقص 0 0، 0 ناقص 0 0، 5 ناقص 4 1، 1 ناقص 1 يساوي الصفر. إذا كم يساوي؟ يساوي 1000. ماذا وجدت هنا؟ وجدت المبلغ المتبقي هو 1000 دينار جزائري. وجدت المبلغ المتبقي، هل بإمكاني أن أجد عدد الشموع؟ نعم، إذا قلنا المبلغ المتبقي خصصته لشراء الشموع، ما عنديش ثمن شموع، عندي فقط ثمن الشمعة الواحدة. كيف أجد عدد شموع؟ سهلة جدا، نقوم بعملية القسمة. 1000 اللي هو المبلغ المتبقي نقسمه على 50 ثمن الشمعة الواحدة وأجد عدد الشموع. إذا 1000 قسمة 50، هنا بإمكاني اختزال الأصفار وأقسم 100 على 5، إذا عندي 50 100. ما هو العدد الذي أضربه في 50 يعطيني 100؟ هو 2. 2 في 50 100، 100 ناقص 100 0، ننزل الصفر. 0 قسمة 50 0، 0 في 50 0، 0 ناقص 0 يساوي 0، إذا النتيجة هي 20. ماذا وجدنا هنا؟ وجدنا عدد الشموع، ليس ثمن شموع. عدد الشموع هو 20. ماذا؟ عدد، ما نقولش دينار جزائري، هو 20 شمعة. إذا هنا عندي عدد الشموع هو 20 شمعة. عندي نعرف أنه 1000 هو ثمن كل الشموع، نعرف أنه ثمن الشمعة الواحدة هو 50 دينار، إذا عدد الشموع هو 50 شمعة. هذا بالنسبة لحل الوضعية الإدماجية. إذا هذا كل ما لدينا اليوم بالنسبة للتقويم الأول في الرياضيات، هو تقويم شامل عبارة عن وضعيات مختلفة وبسيطة جدا. إذا على التلميذ أن يركز جيدا، ونلتقي مع تقويمات جديدة. سلام.